السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل لعبة في برنامج سكراتش بسهولة. مثلا عايزين نخلي القطة دي تمشي ورا الماوس. طيب فانا هقول له افنت كده، اول ما انا ابدأ اللعبة بتاعتي تبدأ تمشي ورا الماوس. تمشي ورا الماوس يعني ايه؟ يعني جو تو ماوس بوينتر، يعني تروح للماوس بوينتر. طيب خلينا نجرب ونقول له اوكي. هتلاقي راحت ناحية الماوس بس مرة واحدة وما كملتش. انا عايزها كمل معايا على طول، فهقول له فور ايفر. تمام. وممكن اضيف مثلا انها تقول كلمه معينه وهي بتعمل الموضوع دوت. هشغل، هتلاقي كل ما انا بروح في مكان هي تروح معايا. طيب انا عايز تبقى متاخره عن الماوس شويه، فهقول له جلاد ماوس بوينت، واحط دي بدل ديت بالشكل ده. طيب هوقف واشغل، هنلاقي إن هي تيجي بس متأخرة ثانية. طيب ممكن أخليها مثلا بوينت تو بالشكل دوت، وأوقف وأبدأ أشغل. تمام. أقول له ديليت. طيب أنا عايز بقى أضيف حاجة معينة، لما تلمسها تبدأ تتحرك هي الناحية التانية. فأجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف شخصية أخرى، وليكن مثلا بالونة مثلا. تمام. البالونة اهي. طيب البالونة دي انا عايزها اول ما القطة تيجي تلمسها تبدأ تتحرك. طيب فهاجي هنا اقول له انا عايزها تاتش، اول ما القطة تلمسها اخترت اسم القطة. تمام. تبدأ تتحرك. طيب اول ما تلمسها ايه اللي يحصل؟ اقول له مثلا انا عايزها تبدأ تتحرك لمكان اخر خالص. طيب ده هيبقى مرة واحدة ولا عايز أبدأ أقول له مثلا إن ده مستمر معايا لما يحصل الحاجة ديت. أجي هنا أقول له طبعا فور إيفر ده هيبقى على طول. أنا هقول له ويت أنتل، انتظر لحد ما الشكل ده يلمسك وبعد كده ابدأ اتحرك في مكان تاني عشوائي. تمام. طيب انا عايز الكلام ده يحصل امتى؟ اول ما ابدا ادوس على العلامه ديت. طيب يبقى انا كده عندي ده ليه الشفره بتاعته بسيطه جدا، وده ليه الشفره بتاعته بسيطه جدا. اوقف وابدا اشغل، هيتحرك هيبدا يمشي خالص، والتاني ما يحصلش اي خالص. لما اقرب راحت لمكان مختلف، قرب منها بدات ما اتحركتش المره دي. ليه؟ هو الامر بتاعها معمول فور ايفر ليه القطة بس ما تعملش هنا لسه فور. فاجي هنا وهقول له انا عايز الموضوع ده مش يحصل مرة واحدة، لا ده يحصل على طول. تمام. هقول له انا عايز الكلام دوت الايفنت بتاعه الايفنت دوت فور ايفر. ابدأ احطه بالشكل دوت. وهبدأ أوقف اللعبة وأبدأ أشتغل. القطة ماشية، لمس دي اتحركت، فجأة تلمسها اتحركت تاني. تبدأ بقى اللعبة عبارة عن قطة بتطرد البالونة وهي على طول تجري منه.